يقول كذا فيها غزل جايك انا احلامي جايك انا فيها غزل اسلم 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 احلامي شيء واقعي شيء ثاني احلامي شيء واقعي شيء ثاني ولا تحقق للاسف شيء للحين لو بس تدري اني منها اعاني كان يتحقق منها واحد اثنين احلامي شيء واقعي شيء ثاني ولا تحقق للاسف شيء للحين لو بس تدري اني منها اعاني كان يتحقق منها واحد اثنين ضاق البحر واصبح جميعه مواني من وين ما وجهت وجهي على وين متوكلا على الله في كل شاني ولا اذكرني قطرت المقفين ومؤمن بان العمر ولو طال فاني والصبر في والصبر ميزه والصبر في الرجل زين والحلم لو تربطه في شخص ثاني حلمي وشوفه صار والحين حلمين صابر وصبري خاني في زماني وللحين انا صابر وللحين اموت عقب سنين ولا ثواني وادخل مع باب الصبر قولوا امين الله.